على ذلك؟ موافق عليش يا موكل، على وهم يا موكل، على كلام هوى يا عزيزي، كلام يا عزيزي يا عزيزي يا عزيزي. انت اعطوك ورقه قالوا اسمها كفاله. طيب صلوا على الحبيب. بس دقيقه، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. طيب الرجال قال بادي احدد النسبه، الناس ما يدخلوا في الصلح. طيب. الناس ما يدخلوا في الصلح حلو الا يا طويل العمر والسلامه قبل ما تنشف الامور. هذه واحد الامور انشفت، ما فيها ولا من شاء الله. الرجال بكره بياخذ رصيد، بكره بياخذ رصيد. استاذ ابراهيم والسلام. انا صاحب الموضوع، انا صاحب الموضوع. دقيقه، انا باقي ما خلوا يتكلم. تفضل، عندي تنويه معين. طيب صلوا على النبي، قولوا الله وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. بارك على نبينا. اولا رفعت الصوت ما تجيبنا نتيجة، هذا واحد. والشيء الثاني عيب ترفع صوتك على الرجال. يا رجال انت كم لك؟ انا كم منعتك؟ كم من رجل كيف تمنع محامي؟ انا محامي يا اخي. اسالك بالله، كم من رجل لك فكنا من ذا الموضوع؟ كيف هذا الموضوع؟ اسالك بالله، انا طلاب حق ولا ماني طلاب حق؟ والله والله سجلت براسي. طيب صلوا على النبي. ها صلوا على العظيم، صلوا على النبي. اعطونا سواليف غيره. طيب صل صل على، صل على، قولوا لا اله الا الله. اسمعوني حنا يا طوال العمار، تعنينا من ديارنا، كل رجال من كل بلد وولد نشارك في هذه المسابقه. ابو عثمان اخ وعزيز وغالي وعلى راسي من فوق. اسلم راسك واحبه واعزه، وانا فداك وانا كذلك ابو سعيد. الحمد لله جاني يا طوال العمار كفاله من مدير البنك، الله يطول عمره ويبيض وجهه. ركان بن ملحي جعل عمره طويل، جعله يستاهل. وجاء من نصيبي اللي هي الكفالة. حلو. الكفالة خذيت يعني عنها نبذة اني اقدر يعني احدد متسابق. تاخذ من رصيد. واخذ من رصيد. ممتاز. هذا الكلام اللي وصل. ممتاز. زين. طيب يا طوال العمر، الاخ ابراهيم ابو فمين. ونعم. اولا حلاله حلال واحد. نعم. حلاله كان عندي وحلاله. والله ما في. الامر الاخر فانا بمون عليه وباخذ من رصيده لعدة اسباب. تمام. اولا لاني احبه واعزه واقدره. يستاهل. ومن عليه. الامر الاخر، يا سلام والمحبه. طيب دقيقه، يا سلام والمحبه. الامر الاخر، الرجل هذا تخبط في اسعار المطعم. عز الله. لا ما اسال، خلي الرجال يسوي. دقيقه والله، لا رد علي، رد علي، خلنا نكمل. اللي بغى العلم الطيب تقول له تخبط. دقيقه. طيب رد عليه. لا لا لا، شيء تخبط. طيب دقيقة، إذا قلت كلمة ما هي بصحيحة أقول لا وقف. أولا رفعت الأسعار إلى 40 ريال الوجبة. لا والله ما أقدر، والله ما رجال شرب 40. طيب 30. صحيح. رفعتها إلى 30. صحيح. ورفعت يا طويل العمر المصقع. حقي ذلك. طيب دقيقة، رفعت المصقع ل 15. ب 10 ريال، والله ما وصل 15. طيب ب 10. زين. الامر الاخر وخمسة. طيب دقيقه، الامر الاخر انت اعلى رصيدا في القريه ولله الحمد، ومعك البطاقه الذهبيه وتستاهل، تستاهل صفقه لابو عثمان. دقيقه، ولذلك يا طويل العمر انا والله ماني، خلني بقول انا يا طويل العمر الرجل لازم انه يكون منصف وصاحب عدل. نعم. الاخ ابراهيم والله لو حكم قصص. دقيقه، الاخ ابراهيم اكثر رصيدا في القريه. اللهم انا ماني رايح لبنياف رصيده مثلا 3000 واخذ 50%. نعم. خلي ال 1005 ادخلها ابراهيم. لا يا حبيبي، ماني برايح لابو قماش. لا حبيبي، الدنيا ما رصيدك. دقيقه، انت طال عمرك رصيدك الان 8 هلا. علم لي ايش سويت يوم اني استلمت الدنيا، وش سويت من علوم. ايه قارن يعني الحين ابو قماش يوم استلم الكبيره. ابو قماش وليس ابو قماش الصحيح ينقال صح. يوم استلم دقيقه، يوم استلم الكبيره خفض الاسعار 50% تحت. استاهل. زين، وانت رفعت علينا 10 كم؟ 25% 50%. 100%. طيب دقيقة. طيب دقيقة، فلذلك أعلم من هذا المنبر. وأنا فكرت وتذكرت وقررت وأعلنت أني أستخدم الكفالة الممنوحة لي من مدير البنك الاستاذ ركان بن ملحي ابيض الوجه. ونعم. الشيخ والله استاهل، والله اني اشوف الخير في وجهه من يوم شفته. استاهل. استاهل. والسلام. لا ما بعد خلصت. ما قررت. فلذلك قررت من هذا المنبر. وين رحت المحامي؟ اني احط، انا وكلت لمحامي الشيخ ناصر بن قماش. ولكن ما كان فيه تجاوب بينه وبين المدعى عليه. فلذلك حبيت اني اصرح بهذا الامر. نعم. رسميا مني
عرفت؟ ولذلك أنا سوف أستخدم الكفالة ضد المدعو إبراهيم أبو فمين زهراني أبيض الوجه أبيض الوجه. وإذا خذيت شيء من رصيده زين حلالي أنا وياه واحد ولا ينقص من المحبة والأخوة شيء. ما في شك. لا إلا تزود. والله المحبة تزود المحبة. تزود النسبة ولا تزود المحبة. كل ما زادت النسبة زادت المحبة. الله عرفت. والسلام. أصبر أصبر يا رجل ما عاد بس أصبر. كذلك أنا يوم 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 شفت دقيقة يوم شفت الشيخ ركان بن ملهي افطر علي أبيات جدي علي بن بلال يوم يقول بعض الرجال يتجمل والحضر جمل ويجملك كل ما ياتيك من صوب يظهر بليل انشتاح يهد فالهمل ويبشرك بالعشاء والنار مشبوب. وفي واهج القيض وفي واهج القيض وفي واهج القيض لا من الحكا كمل يارد ويروى ويروي من تقدوب ويستاهل ابو ملهي وعند الهقوة الطيبة استاهل وانا اكون له التقدير والمحبة والاحترام. والله يستاهل ابو ملهي غض النظر عن باقي الامور. نعم نعم والسلام. انت رجال والرحمة انت رجال ما شاء الله تبارك رد على الرجال. اصبر اصبر انت خليه قد وردت انت انا ولد انت محامي والرجال يمثلك. طيب طيب إذا كيف إذا انا المحامي وهو اللي يمثل؟ دقيقه دقيقه انا اللي امثله. لا لا دقيقه انا اللي امثله. اذا حضر الاصيل ابو فمين ابو فمين صل على النبي. ابو فمين خله تعليق لي ما هو الكلام ما هو ابو فمين الكلام لا يوجه الكلام الكلام ما هو لك الكلام صل على النبي. انت يا ابو فمين تعرف مذابح الكلام ما تقصر بترد صح ولا لا؟ صحيح. لكن عطني فرصتي انا محامي انا بتكلم. اولا هذه ساعدني انت ابيض وجه مالك سوء واللي موجودين بيضان وجهي ما قصرت لا في اول ولا اخر. اول مره تنجينا بالطيب واللي وقلنا على 50% يا ابو عثمان وانت رجال انكفوا وقول حملنا وشلنا قال لا بساله بساله حتى خالد اللي في الاداره راح يساله. قلت يا ولد خذ الكلام مني وسبه الاظلم لا عاد تدور ورا كلام. قال لا ابدا رفعتها انت رجال عندك مشاريع عندك امور ما انت فاضي. رفعتها 85 عشان الرجال يستعجل. جيت عند الرجال تكفى يا ابو عثمان. قال من هو؟ قلت الشيخ والرجال الكفو والمحترم الاديب المفقيه الانسان ما شاء الله تبارك الله صقر ابن بلال. قال من دي من؟ قلت صقر ابن بلال. قال يا رجال روح انت وياه ايش؟ في مهب الريح كذا. وايش قال؟ قال في مهب الريح كان في ذا زي ذي. انا اعترض في مهب الريح وقال كذا شوف 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 كذا. الله لا الله الله لا يا جماعه ما تبعت تدري ليه؟ والله انا قال قلت اذا قال ركان ملحي كذا كذا بياخذ نسبح كذا كذا. قال والله ما يهمني. اوف ترى انا قاضي هنا وانا بحكم بينكم انا بحكم بينكم ترى اسلم انا بحكم دقيقه. لا والله موكل يم في ذلك. عبد الله تكلم على المدعي الاثبات. هل يقبل اليمين؟ هل تقبل اليمين يا حضرة القاضي؟ لا ما تأخذ اليمين كذا. بحكم هذا القاضي. أنا بحكم تقديرية. أنا بحكم. لا فيه نقطة ما ذكرتها. فيه نقطة ما ذكرتها. سم. يوم كان مستلم المطعم كان يطلبني 60 ريال زين وسددتها 60 وجاء اليوم الثاني قال قسما بآيات الله إنك ما عطيتني 60. اعترض هذه تعتبر شكوى. دقيقة. أبغى لي مطرقة عشان أكون قاضي صح. ما لها دخل في القضية. هذه مفروضة. بس هذه يعني من الأسباب. دقيقة. القاضي له سلطة تقديرية يقبل باليمين تقبل باليمين ولا. دقيقة. بالرقبة. أنت إذا سمحت لك تكلم. تبغانا نفسنا ولا تبغانا معلق؟ الرجال بيتكلم القاضي. أنت كم تطلب؟ كان تطلب نسبة منه؟ من هو؟ من الرجال هذا. أنا لا أتكلم بدون وجود مدير البنك وأنا اللي يشوفه مدير البنك انا اشوفه وقابل منه اي شيء. النسبه كم ما تدري انت؟ انت ما تدري. اقول لك ركان ابن ملحي يكون على كثير 95% وما قال ركان ابن ملحي ان انا راضي به. حكم لك كثير ولا قليل حكم. انا راضي به ولكن لهقوته فيه طيبه انت شفت انه مو بجايني منه الا الجزل. حكمت المحكمه والله ونعم حكمت المحكمه. الله حكمت المحكمه حضوريا دقيقه حضوريا ب يا ولد ما سمعت اقوال الله خلي حكم دقيقه. انا سمعت من قبل شو من قبل شو دقيقه. انا من قبل شو كواك يا ابو ريا ما بعد حكم القاضي اصبر القاضي بيحكم. لا اعتراض بعد الحكم. سمعت انا رد على الناس. سمعت عاد كان خلاص لا تقاطعوا القاضي ترى بيسجنكم مع السلام. 1 2 3 بدال ما تاخذ من واحد تاخذ من تقسمها بين الثلاثه ذولا يعني انت تاخذ من هذا وهذا وهذا. رضيت يا قاضي وانا رضيت لقد وانا رضيت
كيف يعني؟ يعني بدل ما تاخذ من واحد حكمنا بالعصا مركو يعني اخذ من هذا مثلا 70% وهذا 70% وهذا 70% دقيقه اجد مثلا مسموع لك 50% هنا تاخذ 15 ميل القاضي فيها ملص ميل تاخذ من الجهه هذا 10% 15% بس القاضي يعني صح من حضر القسمة فليكتشف وهذا 10% تاخذ منه انا اعترض وهذا 15% اعترض اعترض ترى تعبان صل على الحبيب والله يا ابو رياض كنا ذاك اللي اعترض صل على الحبيب يا ولد ولد اقعد يعني ابو طيب يا اخو وهذه كرا انا في القريه انا بروب عنك انا في القريه دقيقه انا بروب عنك ما لي بار دقيقه الكرامه شو الكرامه والله يطيش شو الكرامه هذه كرامه دقيقه انا في القريه هذه ما والله ما بدي شيء اسوي لكم ولا اذبحها لكن بالزراعه بيذبح عبد الله ذا الحين عبد الله لا تكفى ذكى على قبله عبد الله بس ما تصادق معنا اخي ترى عاده ما زين التقويم حقه اوه من نص الرقبة هذه تنحط حكمته محكمة خلاص لا ايش ذا المحكمة اللي كل شوية طقطق علي طقطق علي يا رجل قاضي قص ولا جوبة هيض علي دعوة 50% من النعاش والله ما تعيد دعوة مباركة ولد يا اخي ايش المحكمة الهمجية خلاص انا عندي المحكمه النموذجيه هذه ما شاء الله النموذجيه طيب انا بقول صلوا على النبي لا ما قالها انا بحكم على الرجال ذا بحاجه اذا جابها لي معذر لا يوليك دقيقه يجيب لي صلوا على النبي اذا جاب لي من محل كارديال ساعه المحل الكبير العظيم المعروف في السوق جاب لي ساعة الماس ها الماس الماس, الماس. أنا ما راح أستخدم إن شاء الله أدري بشوف لكني بأخر يعني القضية يا شوف لي أنا وأبو قماش وأبو أحمد وأبو نياف وكلنا نستاهل نعم نستاهل نعم. نعم هذا حكم جميل يا مو من كل نعم. من شاعر بعدين كرديال ماركة معروفة لا ترضى بذلك يا اخي كرديال ماركة معروفة ماركة عالمية معروفة ولكن الطلبة في راسك انت تبغى لك شيء يخصك سمعت انا والله ما انا موكل على احد من حضر القسم الاقتصادي والله ما تبغى اثبت ما تبغى الحين تعطيني وتخلي الرياجيل ذولا الدنيا فيها اشياء علوم امغار يا ولد شيم وين انت جرجرت انا في المحاكم صقيت روسنا لك ست ايام صل على الحبيب يا ولد الدنيا انا ماني برايح ناخذ الساعه واخلي الرياجيل ذولا يشوفون لكن انت ما ترك ثقيل ما ترك الشل الثقيل اسمعي ايش ما عاد فيها ايش اسلم نبي من كمكس غلا شاهي بعد اذنك انا ابغى من رسيس بما اني انا القاضي فالشاهي ما يزق عشان مره ثانيه تقول شاهي زي الناس انا وش بعد الحين عبد الله الزهراني يبغى مكالمه لمده 50 دقيقه لا مو بس بعدين مع الطاقه ذهبي تبي الصدق تبي الصدق ايه ايه تبغى الصدق الرجال ذا ما هو في حاجه الرصيد الصدق فلذلك انا اشوف اني احق به منه نعم نعم الرجال معه البطاقه الذهبيه ولا هو محتاج الرصيد فلذلك انا اطالب ما هو اطالب ها اطلب 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 الشيخ ركان ابن ملحي انه يعطيني رصيد الرجال ذا 100% وهو مو مقصر والرجال ذا والرجال ذا جمل في انا اشرط لكم انه في خلال يوم خلني اتبعي اني اعوض الرصيد اللي راح منه لانه قوي ومحتواه طيب ولحيه رانه